يا علام. أمر مولاي الملك. روح للشرفة يا علام وبص. شايف الناس اللي بتهتف بحياتي يا علام حوالين القصر؟ ما في حد من الناس حوالين القصر يا مولاي، ولا صريخ اليومين. يمكن واقفين عن بعد بيهتفوا. اسمع كويس يا علام. ما في صوت يا مولاي، كل البلد ساكتة كأنها قبر. ليه؟ خايفين من العهد الجديد السعيد؟ خايفين من الزناتي ولا ايه؟ معاذ الله، معاذ الله يا مولاي. الناس كلها يا مولاي بتحبك وبيهتفوا لك. بص كويس تاني يا علام، اتأكد. اللي انا شايفه يا مولاي فرسان داخلين على القصر دلوقتي. وعمره يلا بينا هنضيع معاه. اثبت مكانك يا جبان. وانت يا علام كمل. يا العجب، الفرسان طلعوا عريان. فرسان عريان. فرسان عميان، لكن عارفين سكتهم مظبوط. الفرسان العميان هم رجالي، اخدوا كتير من وقتي ومن مالي، لكن انتم كنتم بدل المرحوم حكام، وانا مش محتاج حكام. انا هنا حاكم تونس وحدي. لكن انتم طولتم، رنختم، عفنتم، وريحتكم طلعت. وصل الفرسان العميان يا مولاي الزناتي. تونس ما في غير صوتي وسيفي ودول. يا مولاي، يا مولاي صدقنا انا مليون. وبكررها تاني، ما في مكان لوجوه كذابه وطباع وديابه. ما في مكان غير للزلاتي وبس. اما انت فانا هديك فرصه تنزل تتاكد اذا كانت الناس بتهتف بحياتي ولا لا. حالا يا مولاي، اتاكد واجي اقول لك. لا، مش من هنا، من هنا. ارموه من الشرفه مولاي، ارموه. والباقيين وراه بالدور من هنا. أحسنت يا زناتي البداية. لسه يا أمي، دي مجرد البداية. ثبت بيها رجليك. بضربة واحدة خلصت من كل تعابير الجحور في القصر. لكن لسه الرعية يا أمي. الرعية؟ مالهم يا زناتي؟ دي بداية صح وياهم. هياخدوا وقت ونار ودم. الحكاية مش عايزة وقت. بعد اللي أنت بدأته معاهم وصحاهم كمل بشيء تاني. ايه هو يا امي؟ انت اسمك ايه؟ الزناتي خليفة ملك تونس. الاسم ده لازم يرددوه ليل ونهار عمال على بطال. الزناتي خليفة. الزناتي؟ كل شيء في الدنيا هو الزناتي خليفة. الزناتي خليفة ملك تونس. يصحوا على اسمه، يناموا على اسمه، ياكلوا، يحزنوا، يفرحوا، يموتوا، لحد ما يبقى في الدم. بعدها ما تشيل للرعية دي هم. والوسيلة يا أمي إيه؟ كل شيء، الحكايين والبنايين والرسامين والمنادية رايحة وجاية. والشرطة فين؟ والسلاسل والسيوف العميان؟ لهم اللي محتاجهم برضه يا زناتي. وما تخلطش الأوراق. طب إيه اللي هيحصل قدام؟ بعد كده إيه؟
تاني حتسأل عن الغيب يا زناتي. خلص الكلام والمقابلة انتهت. ويلك يا تونس يا خضرة من الزنات ورجاله جواه بيرسم لغدرة واللي عصاه مجاله. ساعة ما يتجنوا دولا هتشوف سيوف طايشة حامية فرسان عميان ندولة وقلوب كمان صخرة عمية. وبدأت زي الرمل مال، بدأت صح وغلط، بدأت غلط وصح، والعبرة بالخواتيم يا زناتي ساعة هلاكك ونجاتي لما يجي القاتل المقصود. لكن انت حيظهر في السماء نجمه هو والتاني الاصفر، حيظهروا الاثنين، وهيكون ظهورهم يا زناتي في أرض صحراء وكتب. إيه اسمهم؟ فين أرضهم؟ طير من النار في السماء أمارة وعلامة شفتها في الرمل مرة، طير في السماء من النار يا زناتي علامة هلاكك ونجاتي. ايه اسمهم؟ فين من الصحراء تكون ارضهم؟ هم مين اللي بعد سنين جايين؟ ما تقعد يا مشرف يا امير بني عقيل تاكل معايا مع الغطريف. الكلاب مسعورة الغطريف. خايف من الكلاب يا امير؟ يا اخي عيب على طولك وعرضك تخاف من الكلاب وما تخافش من غضب الغطريف، من غضب كبير الاعاجم وسيد الكون. جايين يا اخويا بعد شهور تهز طولك وعرضك ايد ورا وايد قدام وتهزني في المنديل. كنت على الاقل يا اخي تجيب لي راس رزق الهلالي وترميها تحت رجلي. يطلع مين رزق الهلالي ده عشان اتحايل على قتله؟ تكونش خايف منه يا غطريف. انت اتجننت يا مشرف؟ انا الغطريف يخاف من كلب زي رزق الهلالي؟ ده لو كان حد غيرك اللي قالها. عايزنا نحكم ونتحكم خلاص، عايز القبائل كلها تركع من بعدهم خلاص. ساعدني برجالتك ونهجم، وانا في وسط المعركة لازم اجيب لك راس رزق الهلال لغاية هنا وينتهي وهمه. هتجيب لي راس رزق الهلال بايه؟ بالمنديل. تعرف يا مشرف، انا لو اعتمد على راجل زيك الكلاب الغلابة دول يا عيني هيتيتموا من بدري يا ولداه، ولا حيلاقوا لا لحمة ولا ثريد ولا حد يعطف عليهم ويعيشوا في كنف وحسه زي ما انت عايش في كنف وحسه. غطريف كفاياك. بس بس بس، انا بقى اللي هنزله بنفسي، وانا اللي هجيب لك راس رزق الهلالي وارميها تحت رجليك. وبعد كده انت يا مشرف تبقى تكمل بقى مع بقيه النعاج علشان تقف وسط الناس وتقول انا البطل المغوار،
أنا اللي هزمت الهلايل. تروح تلم رجالتك وتجهز دلوقتي علشان أقول لك إمتى وفين. يلا اتحرك، عايز حركة فيها بركة. يا كلا. وإنت إنت يا قصير يا لئيم، لما تتكلم معايا تأثر في الكلام. ورايا ترتيب شيطاني بحضره عشان خاطر عيون رزق الهلالي. أرسلنا العيون لتونس وردوا بالجواب. وإيه أخبار اللي اسمه الزناتي؟ طلع مصيبة. ده يا كبير ولد خطير. بتقول ولد يعني عيل، يبقى منين خطير يا قصير يا لئيم؟ لو تسمع ازاي بدأ تعرف، وساعتها لازم تحذر ملك الأعاجم بلا تأخير. أنا كرهتك يا قصير، كرهتك وكرهت أخبارك وكرهت دخلتك عليا ومبالغتك في الكلام. بتقول لي ولد يعني عيل، ازاي عيل زي ده يهدد أحلام الأعاجم في أرض الغرب؟ أمال لما يكون بخطورة رزق الهلالي؟ عيوننا جابوا من هناك شاهد، هو الوحيد اللي فلت من المسبحة اللي دبرها لكل رجال أبوه. راجل من رجال أبوه؟ وكان وزير. هاتوه. العالية غانم ستي. مين ده اللي اتضايق ستي؟ اتضايق ايه؟ حد يمدح للأمير غانم؟ سيدي الأمير هيولدك يا ستي. يولدني يا بنت الملعونة. خليه يجيب نفسه يشوف. ايوه يشوف، لا يفتكر ان الولد جبت انا من بره وشرياه تقول. ايوه يجي يشوف ولد الامير. نادى عليه، نادى عليه ويطلع يقول انا جيت يا سواد ليلي. الحان يا غانم حمود. انما اخبار مراتك ايه يا حرب؟ ولدت ولا لسه بتنازع؟ لقيت فيها اخوها على ولدت ولا باطت. ثم تولد ولا ما تولدش، تجيب عيل ولا ما تجيبش، الدور والباقي على عمرة. ده بقالهم كام ليلة في حرب. اللي يتولد له ولد واللي ما يتولدلوش ولد، اهو كل واحد منهم قال للتاني. قال يعني اللي هيجيب منهم ولد ويصير امير هيقعد في الديوان وبعد سنة هيبقى السلطان. اكسنا ويهنينا. ويلبسنا حرير في حرير. ولا عدناش نشوف منهم حرب ولا يحصل لنا منهم كرب. واه واه على زمن حازم. واه واه. زعلوك، احنا رايحين على فين؟ احنا رايحين على زمن حياكلوا فيه بعض وياكلونا. والمدحين يمدحوا فيهم ويلعنوا ابونا، وبدير قدام المدحين رقاص. ايه يا هلال؟ انت هتتكلم على القاضي ولا ايه؟ الله الله، مش قلت لك ده عبدي بدير وجاسوسه؟ انا بتكلم عليهم كلهم دلوقتي، ما بتكلمش على القاضي بدير لوحده. حتى الامير رزق يا زعلوك؟ الا الامير رزق ده حبيبي. ايوه صح صح، الا الامير رزق ده حبيبي. انا كمان ده راجل ولا كل الرجاله. يا سلام، شهم وعدل وفارس، هو الوحيد اللي يستاهل يكون سلطان والباقي صراصير وفران. ابني الداي الحيسي هنا؟ نعم. ابني الداي الحيسي هنا؟ نعم. حتى ابن الداي الحيسي هيولد، ده احنا بقينا في جنان. اصل انا بدور على امه ومش لاقيها في الدار. مرات الامير زيدان جالها الطلق وهتولد خلاص. الحرب عايده يا عرب. مين اللي هيجيب الذكر يا امرا الهلاليه ويتعنطص علينا؟ ومين اللي هيجيب النتايه ويلطم الخدين؟ الحرب عايده يا عرب. الحرب أيدى يا عرب بين النساء وكل الطرب. الحرب أيدى يا عرب بين النساء وكل الطرب. مين اللي حيهزوا الطرب منكم ومين حظه انضرب؟ الحرب أيدى يا عرب بين النساء وكل الطرب. الحرب أيدى يا عرب بين النساء وكل الطرب. مين اللي حيهزوا
رب دعاه يديه ذكر الكل دلوقت افتكر رب دعاه يديه ذكر واللي توهب بنت اعتكر وجوزه دلدل وانقلب خلال ورجال همل خبت الامل ركب الجمل نسوان خلال ورجال همل خبت الامل ركب الجمل واقول عجول وغباك تمال ومربوطين سوا في سلام ومربوطين سوا في وعلى ايه تاني الكلام في الخان؟ ده كل اللي اتقال في الخان يا مولاي. يعني رعاة القبائل وعبيدهم بيتمسخروا على سيادتهم. طبعا ما سلطانهم عايز. لكن انا هعرف ازاي اعذبهم. هعرف ازاي اعذبهم لما الفوارد اللي انا كبيرهم يمسكوا الديوان ويبقى منهم السلطان بدل الهايف سرحان. انا مش عاجبهم قال غير رزق المغرور. مالك يا مولاي؟ ميه. مالك يا مولاي؟ ميه. ايوه الشرقان. ايوه الصب يا جمال يا نعيم يا ابن النعيمه. ايوه يا مولاي الصب اهو. الدوره واحده اروح فيها بعد الشر عنك يا مولاي. الحق يا سيدي الحق يا سيدي ستي جالها الطلق. جميل. بتولد يا مولاي بتولد. ابنك يا بدير بيدق الباب. 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 مستني ايه؟ روح اتبع لي الدايات اللي في البلد كلها. عمرك يا مولاي. بسرعة. ابن بدير جالكوا يا هلايل يا ملاعين. علشان تعرفهم انا حبقى مين. حاسب يا رباح في زلعة هتقع. ايه ده يا خبي؟ مش قلتلك متتحركيش؟ مش قادر في الزلعة. مالك يا رزق؟ اهدى. في ايه يا سيدي كفر للشر؟ وانت يا ملعونة انت من يوم ما جبت الولد ومفيش قدامي غيره وسايبه ستي خضرة. لا يا سيدي دي هي روحي. طلعت روحك. نبهي على كل الخدم ستك مش هتتحرك لحظة واحدة. حاضر لم انقذنا المنحوس. كده برضو يا رزق. معلش سامحيني يا خضرة. طول عمرك طيب وياه. اعمل ايه بس من خوفي عليكي؟ خوفك عليا ولا خوفك عليه؟ انا ما اقدرش افرق بينك وبينه. هو ولد بصحيح يا خضرة. احنا مش قلنا كل اللي يجيبه ربنا كويس؟ ايوه بس انا حاسس كده قلبي بيقول لي انه ولد. مش هو ده اللي انت كمان حاساه؟ طول عمرك قلبك صادق يا رزق.
عشان كده حبيتك واخترتك من بين فرسان الهلايل كلهم. فاكر ازاي يا رزق؟ طبعا فاكر يا خضر. لما ابويا بعت يستنجد بالسلطان حازم وانت جيت مع سرحان ومعاكم غالب. ايوه، والقاضي بدير وأمرا كتير كان كلهم اصغر مني، لكن وسط فرسان الهلايل كلهم ما لفت نظري حد غيرك وانت قاعد مع ابوي الامير. وانت كمان يا خضر، قبل ما اشوفك كنت يائس ان انا اخلف 10 زوجات ومفيش فايده، لحد ما جيت انت وجبت بنتنا شيحه ورديت الحياه فيا. شوف بقى، احنا لازم نتفق على حاجه، اللي يجيبه ربنا نشكره ونحمد فضله عليه. انا حمده وشاكر فضله، بس انا دلوقتي متعلق بولد عشانك. عشاني انا؟ ايوه خضرا، عايز قبل ما تسيب الدنيا ابقى مطمن عليك في الصحراء الاسيا ووسط الامراء اللي قلوبهم من حجر وعقولهم من رمل. رحت لبعيد قوي يا رزق. كونك فضلتيني عليهم ده شيء مش ممكن حد يسامحك فيه. لساهم فاكرين؟ طبعا، عشان كده عايز افوت لك ولد، ولد قادر شديد يفرض كلمته عليهم ويحسسهم ان رزق ما ماتش. خضرا مالك فيه ايه؟ سعيدة الحقيقة سعيدة. Hey!